مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة وآخر الأحداث الرياضية في برنامجكم اليومي الدوانية. في الجولة 24 النصر يرفض أن يرمي المنديل ويهز شباك أبها مرتين، والهلال يرفض التنازل عن أي نقطة تبعده عن عشقه في أن يكون الأول، والشباب يعود شباب بأول إطلالات مدربه الجديد وبروعة سلاهم النصر ويحقق 6 نقاط متتالية بعد العودة. أما الحزم يخسر على أرضه من العدالة بهدفين، 6 جولات باقية والتنافس لم يحسم بعد على القمة أو حتى في القاع، وسباق محموم في هز شباك الخصوم بين الهدافين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إثارة تحبس الأنفاس والحسابات. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة، واللي أسعد بوجودهم معي في الحلقة أبدأ بالناقد والإعلامي الرياضي الأستاذ حسين الشريف. حياك الله معي اليوم أبو خالد، سعيدين بوجودك معنا بعد العودة أول حلقة. الله يعطيك العافية. أنا سعيد بحضوري وبتواجد مع زملاء ومع فريق عمل برنامج، وإن شاء الله عودة حميدة بإذن الله. بإذن الله. أيضا زميلي الآخر وهو رئيس النادي السابق وأيضا الإعلامي الرياضي الأستاذ أحمد العقيل، حياك الله معي أبو عبد العزيز، سعيدين اليوم برضه. مرحبا فيك في الأخوة المستمعين، في الأخوان من زمان عنهم، وإن شاء الله تكون حلقة يعني ثرية للجمهور بإذن الله. بإذن الله. ضيوف الآخرين هم الناقد والإعلامي الرياضي الأستاذ فيصل المطرفي، وأيضا الناقد والإعلامي الرياضي الأستاذ علي المرشود. مساكم الله خير يا جماعة. قبل البداية سعدنا تواصلكم معنا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر، وأيضا عبر حساب القنوات السعودية الرياضية للاطلاع على آخر أخبار الدوري السعودي، ويسعدنا أيضا مشاركتكم معنا في هاشتاج الدوانية واللي دائما يكون ظاهر معك أسفل الشاشة. عزز الهلال اليوم صدارته بانتصار بهدفين لهدف أمام الفتح. خلونا نتذكر معكم أهداف المباراة بصوت الزميل العزيز سمير المعيرفي. من جدد أقدام هنا على ركلة جزاء، هنا على هدف آخر كوميز، خلوها جدد أقدام ليواصل رعبه، تراجع عاما بعد الآخر للخلف، كرة راسية، جول للفتحة، كوميز يا كوميز كوميز، الله 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 الله. طيب خليني أبدأ معك أبو خالد على المباراة. الهلال متمسك بهذا الفارق النقاط، متمسك بأنه يبقى على خلينا نقول راحة نفسية من خلال مباراة الفتح. حقيقة بطبيعة الحال يعني المباراة اليوم قبل ما تبدأ على الورق في شاسع فني كبير بين الهلال والفتح، خصوصا شاهدنا الهلال في المباراة السابقة كان مقدم نفسه وتركيز عالي وقدرة لاعبيه على تحقيق نتيجة مثل ما أرادوا. الشوط الأول في مباراة اليوم شاهدنا الهلال مسيطر بشكل كبير جدا على المباراة، كان باستطاعته أن يخرج بأكثر من هدف في المباراة، لكن لاحظ في الشوط الثاني في نوعا ما تراجع الهلال أو في نوع ثقة وتراخي في الأداء، وضعت الفريق في 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 أوقات صعبة جدا، خصوصا الفتح كان يبحث عن الهدف المبتقل وهو حصوله على نقطة واحدة في هذه المباراة. مباراة الديربي لها تأثير اليوم في الثقة عند الهلال؟ أنا أتصور بالفعل لها تأثير، لأن الجميع الوسط الرياضي والهلالية تحديدا بعد مباراة النصر أصبح الفارق 9 نقاط، أصبح على مسافة قريبة من بطولة الدوري، 6 مباريات يعني صعب جدا يخسر فريق مثل الهلال فيها 3 مباريات أو 4 مباريات حتى يحقق النصر أو حتى يخسر الدوري. أتصور أن هذا الشعور الداخلي العقل الباطن لدى الهلاليين وخصوصا اللاعبين كانوا يعني كادوا يفقدون مباراة اليوم أمام الفتح بمجرد أنهم حققوا انتصار كبير وقدموا عرض جيد أمام النصر، وبالتالي كانت النتيجة وأثر هذا النتيجة السابقة أمام منافسهم التقليدي نادي النصر كان مؤثر كثير في نفسية عقلية اللاعبين، بالتالي قل التركيز خصوصا الشوط الثاني. شاهدنا الهلال ما كان بالمستوى اللي ظهر فيه لا في مباراة النصر ولا في الشوط الأول من مباراة الفتح، خصوصا أنه خرج متقدما في الشوط الأول على أساس على اعتبار أنه ممكن يحسم المباراة. صعب بعض تقراها أبو خالد أن هذه الثقة عند اللاعبين فقط أو أنها برضو لها علاقة بالعمل الإداري؟ لا طبعا هي عند اللاعبين، والعمل الإداري مسؤول عن تهيئة الفريق لمثل هذا المباراة. أنا أتصور صعوبة المباراة وخروج هلال فائز بعد مباراة صعبة
هذا أمر إيجابي للاعبي الهلال وإدارة الكرة تحديدا. وأعتقد الكابتن سعود كريري رجل خبير يدرك مدى صعوبة مثل هذه المباريات، ويدرك تماما أن لا زالت المنافسة قائمة مع النصر تحديدا. فبالتالي هذه درس جيد قبل الجولات القادمة الحاسمة بالنسبة لنادي الهلال. وأيضا تذكرنا ما حدث للهلال أمام السد في مباراة كانت يعني منعطف مهم جدا في بطولة آسيا. كان الهلال قبلها خسر من النصر وتعادل مع الفتح ولعب مع السد وكاد أن يخرج من بطولة آسيوية لولا الله توفيق اللاعبين في تحقيق نتيجة جيدة، جعلت الهلال أكثر تركيزه وأكثر حرص على تحقيق البطولة وشعر أن البطولة لم تنتهي. أيضا هذا السيناريو يتكرر اليوم في مباراة الفتح، وشعر لعبة الهلال أن لا زال الدوري متبقي ولا زال يعني الفتح قدم مباراة جيدة مقارنة بالمستويات السابقة التي ظهر فيها خصوصا في الشوط الثاني، وكان بإمكانه أن يحرج الهلال على أقل تقدير يخرج من نقطة. لكن الخبرة والإمكانيات العالية جدا للعناصر في نادي الهلال ساهمت في تحقيق النتيجة الإيجابية اللي أنا أتوقع أنها أهم مباراة خاضها الهلال في السبع والثمان مباريات على أساس حسم الدوري. فيصل مطرفي، عن المباراة، عن هذه النقاط اللي نتكلم فيها، أنه مباراة الديربي اليوم لها تأثير على ثقة الهلال اللي كانت واضحة في المباراة، أو خلنا نقول محاولة كسب المباراة بأقل مجهود. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول مبروك للإدارة الهلالية واللاعبين الجهاز الفني، وأيضا تهانينا الفريق الفتحاوي الصراحة اللي لابد أن نقدم له التهنية على هذا الأداء الكبير. صحيح أن الفريق الهلالي كسب المباراة ونقاط المباراة، لكن لابد لا نغفل الفريق الفتحاوي اللي قدم اليوم مباراة كبيرة جدا على أرض الملعب، وكان ند للفريق الهلالي في كثير من أجزاء المباراة. يعني الهلال أكيد أنه لعب مباراة قوية جدا وديربي أمام النصر قبل تقريبا 4 أيام، أعتقد أنه كان لها على الأقل استنزاف لياقي كبير، خصوصا أنه الفريق الهلالي زي بقية الفرق راجع من فترة توقف طويلة، وسبق أن تحدثنا في هذا الجانب أنه توقف فترة 5 أشهر عشان ترجع، وخصوصا المدربين وكل من يهتم في الإعداد البدني يؤكد أنه لياقة المباريات هي اللي يهتم فيها المدربين والمهتمين في الجانب البدني. فلما تستعيد هذا الجانب وتلعب مباراة قوية برتم مباريات الهلال والنصر أكيد أنها تستنزف مثل هذا الجانب، ولاحظنا هذا الجانب في لعبة الهلال خصوصا في الشوط الثاني. السيناريو أعتقد أنه كثير من جماهير الهلال كان عندها مثل هذا السيناريو، لأنه مر في مباريات الفريق الهلال على مدار السنوات الماضية أنه يلعب مع كثير مثل هذه الفرق أنه يكون فيها إحكام للمناطق الخلفية ومجرد ما أنه يتعادل، بس أنه خسر الدوري مثلا من هالمباريات. أي عشان كذا أنا أقول أنه الجماهير الهلالية في مثل هذه المباريات ما تبحث عن المستوى بقدر ما تبحث عن نتيجة. 3 نقاط في لأنه الهلال حتى على في هذا الموسم الهلال تعثر مع الحزم، تعثر مع ضمك، تعثر مع الفيحة بالتعادل، فلذلك أعتقد أنه الجمهور الهلالي ما يبحث كثيرا في المستويات في مثل هذه المباريات. أهمها الآن مؤشر يعني ما يخلني أقول يطمن الهلاليين على المباراة الجاية، لا، لأنه الآن في النهاية أنت لعبت في جزء كثير من في جزء كبير من المباراة بمستوى جيد، ولكن لم تستغل كثير من الفرص. بالإضافة أنه حنا الآن وحنا جالسين هنا نقدر نعطي آراء، يعني نقول المدرب ما غير في وقت مبكر، ما لعب فرضا، في كثير من الآراء تقول أنه مفترض أن المدرب أنه يلعب بمهاجمين فرضا في مثل هذه المباريات، ما يلعب بمحورين. لكن في النهاية هي آراء من جانبنا، حنا ما نبقى قريبين من الفريق، يعني ما راح يكون فيصل ومحمد وناصر وعلي أقرب من لوشيسكو اللي دائما يدير الوحدات التدريبية للفريق الهلالي ويعرف مدى جاهزية اللاعب. يعني شفنا في مباراة النصر كان الكل يتوقع يعني ما نقول راينا ولا شلون، ما فهمت. لا 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 انا اقول لك انا الانقل الاراء، يعني انا كنت اتوقع انه اليوم صالح الشهري وقميز بيكونوا من البدايه في المباراه امام الفتح، حتى انه الفريق الهلالي ينهي المباراه من الشوط الاول ويرتاح. لكن انا اعتقد انه المدرب عنده اراء وهو اقرب للفريق. ليش؟ لانه انت لما تشوف ارقام المدرب، تاريخ المدرب مع الفريق الهلالي، اكيد انه هو اقرب، فلذلك له مبرراته. والمدرب أكد اليوم أيضا بحديثه بعد المباراة، قال خذنا من أصعب المباريات اليوم، ولكن تحقق هدفنا بالحصول على 3 نقاط واستمر الفارق النقطي، والمشوار القادم أيضا صعب. وأنا ذكرت في الحلقة الماضية بعد مباراة الهلال والنصر أكدت أنه فوز مهم أمام النصر
وصلت الفارق إلى 9 نقاط، ولكن الدوري إلى الآن لم ينتهي. صحيح أنه كان باقي 7 جولات وكان كل بعضهم زف الهلال إلى بطولة الدوري. أغلب الآراء أبو نواف جلسة تروح لا الهلال أنهى الأمور. الهلال فريق يعني كبير. يعني خطوة خطوتين. الهلال فريق كبير وقادر على حسم الدوري حتى لو الفارق نقطة واحدة. إيه؟ ولكن لابد أنك تتعامل مع كل مباراة باحترام. أنا أعتقد أنه مشوار الدوري وبالظروف الحالية أن كل الفرق عندها الإمكانيات. خصوصا مع اللعيبة الأجانب. صحيح. أعتقد أنه كل محطات الدوري وكل جولات الدوري مباريات صعبة. وأعتقد في نتائج في الدوري لو نعود لكل 24 جولة أعتقد أنه كل الفرق تستحق الاحترام. وأعتقد أنه نقدر نقول مثلا الهلال مرتاح نقطيا. أكيد. أي. مرتاح، ولكن لا تنقلب هذه الراحة للامبالات أو الاستهتار أو عدم الجدية في الجولات القادمة. شايف اليوم فيها لا كان يعني على الأقل نكون في بعض فترات المباراة عدم جدية في بعض اللقطات. كادت أن تضيع نقاط الهلال في مباراة اليوم، وعلى الأقل يعني في الدقيقة تقريبا 83 أو 84 كان فيه ضربة جزاء للفتح، وكان الفتح بيتقدم 2-1 ويخسر الهلال نقاط المباراة. أيه. فلذلك هذا اللي كنا نأكد عليه. يعني موضوع أنت شايف اللاعبين أكثر من موضوع المدرب. أنت إيه اللاعبين لهم أدوار داخل الملعب. إيه اللاعبين كان واضح أنه إيه بالإضافة أن المدرب مو أنه ما له أخطاء، لابد أن يراجع إذا كان في أخطاء هو فريقه الفني، ولكن في النهاية هو الأقرب دائما بالقرب من الفريق ويتخذ القرارات أكيد اللي السليمة للفريق خلال المرحلة المقبلة. خصوصا أن المرحلة الحالية المدرب يمكن حنا ناظر مباراة الهلال والفتح كتسعين دقيقة ونتمنى أنه فرضا الهلال يحقق هذه 3 نقاط، لكن المدرب يبني على مرحلة إعداد طويلة. الهلال يخوض الآن 8 مباريات نهاية الدوري، بعدها في تقريبا 16 سبتمبر بعد الدوري يخوض بطولة آسيا، وفي 16 أكتوبر يدخل بطولة الدوري الجديدة. صحيح. فالمدرب عنده استراتيجية أطول ما هي على مباراة الفتح فقط. لذلك المدرب عنده نظرة طويلة المدى أكثر من مباراة واحدة. ممتاز. وعبد العزيز عن المباراة، عن هذه التفاصيل اللي نتكلمها بعد ديربي اليوم الهلال. شوف طبعا طبيعي أن الإعلام يتبع أو يكون النقاش كله عن الهلال، الهلال هو المتصدر، الهلال طالع من ديربي، الهلال طبعا فريق الأكثر جماهيرية من الفتح صاحب الأرض. لكن أنا بتكلم من الزاوية الأخرى، نادي الفتح. نادي الفتح أنا تابعت في الإعداد وفي المباراة الأولى واليوم، هو من أفضل يمكن 4 أو 5 أندية مستعدة فنيا للدوري. يعني في نتائجه في المباريات الإعدادية كانت كلها جميلة، وفاز على الفيحة المباراة اللي راحت. صحيح. اليوم كان أداءه أمام الهلال مقارنة بوضع الفريقين الفني والعناصر الفنية يعتبر أكثر من مقبول. نجي للهلال. اللي صار للهلال اليوم، أنا شفت الشوط الأول كامل، وبعدين طبعا أساسا الوصول للاستديو شفت آخر تقريبا 3 ساعة من المباراة. ما يحدث للهلال سيناريو طول السنة هذه تكرر. الهلال إذا ما حسم المباراة 2-0 أو بفرق هدفين أو زي كذا دائما تنقلب عليه، وفي آخر المباراة يا يفوز أو يتعادل. شفناها ضد الرائد في ملعب الجامعة، شفناها مع الفيحة، شفناها مع ضمك، مع الفتح الدور الأول، مباريات كثيرة الهلال تجده يسجل هدف، يضيع فرص كثيرة، يجي فيه هدف، يدخل اللعيبة الشك في داخل الملعب، دائما تصير مع الهلال. والسنة ذي سمة بارزة في الهلال، إذا الهلال ما أنهى المباراة بدري أو فرق ب2-0 في مع أغلب الفرق، مع أغلب الفرق يصير معه الشيء هذا، وله مباراة المباراتين. مرات في آخر مباراة يجي له هدف يفوز، بس متصدر بفارق 9 نقاط. ما كلها تفارق 9 نقاط. أنا ما شوف وضع الهلال النقطي، وضع الهلال النقطي شيء، ووضعه اليوم في المباراة. يعني في ناس مثلا تقول لك كيف الهلال يعني يتعب المشجعين وعشاق أنه يلا يفوز، ما بجديدة. أنت لو شفته من أول مباراة في الموسم إلى مباراة اليوم للجولة 24، الهلال مع 6 أو 7 فرق نفس السيناريو اليوم. ترى الفرق يسجل هدف ويتراخى، يضيع فرص كثيرة جوا الستة، يضيع كور، ثم يجي عليه هدف من كورنر ولا كرة على القوس ولا بلنتي، ويجي آخر مباراة ترجع ويسجل هدف وتنتهي للهلال 2-1 أو 3-2 أو يعني السيناريو اللي صار اليوم ما هو أول مرة يصير على الهلال. الهلال إذا أنهى الشوط الأول 1-0
انا اتوقع ان الهلالي ودهم انهم ينتهي الشوط الاول 1-0 للفريق الخصم او 0-0 ولا ينتهي الشوط الاول 1-0، لان الشوط الثاني ممكن في اي وقت يركب فيه هدف سناتري سوء تفاهم بين الحارس بين اي شيء ويجي في هدف الهلال، يعني السنه هذه فيه هذه الميزه في عفوا هذا العيب وعجز انه يتلافاه. يعني انت لو تشوف السرد كامل حتى في البطوله الاسيويه، حتى في البطوله الاسيويه كان مع السد او مع الاهلي او يعني ما كان الهلال صراحه يعني عنده هذه اللي هو تقدر الفريق كله يكون عنده شروط ذهني ما ادري يعني كل الفريق يتصيب الحاله تصير في واحد اثنين، ودائما مع الفرق اللي ما هي يعني مو زي النصر المنافس حقه. لا الفرق اللي تدري ليش السبب هذا؟ تدري ليش؟ حتى صارت مع النصر في الموسم الماضي. نعم. السبب لأن وجود السبعة الأجانب اللي وخرت الفوارق الفنية. بما تتكلم عن الأجانب وعن الفتح، خليني بس بشوف مدرب الفريق الفتح ياتيك فييرا واللي تحدث للزميل عبد الرحمن الدحيم حول ركلة الجزاء واللقاء القادم للفريق، نتابع. I think the idea was not bad. The execution was bad, unfortunately. But the idea was not bad because the goalkeeper was gone. If the execution had been better, everyone would say Marwan is a genius. حسب رأيي ما أنت الفكرة كانت كويسة بس تنفيذ حدد هو اللي ما كان كويس. الحارس ما أنت راح ما أنت بعيد على الكرة، نظن إنه الكرة لو تنفذت بشكل كويس ممكن مروان يكون ما أنت سوى بنالتي ما أنت خورك. وضع الفتح القادم أخطر. وضع الفتح القادم أخطر. donc prochainement donc la situation de الفتح reste toujours dangereuse. La situation de الفتح reste toujours dangereuse. Of course, but we know that we will have to fight until the end. What is positive is that 6 days ago we had 4 points. We were 4 points behind Etihad. Now we are 1 point behind. So we're coming closer. We would like to get out of this as quick as possible, but we have 6 games to go and everything can happen. عشان كده ما أقول لك الفريق لازم وراح يقاتل ويقاتل وراح يقاتل. أقول لك قبل بداية السنة في الدوري كنا بعض على الاتحاد بأربع نقاط، الحين ما عنده فارق نقطة. هذا مش الشكل ديما دافع علينا عشان ديما نقاتله وعشان نحسن وضعيتنا أكثر وأكثر. المرشود حديث المدرب وعلى ضربة الجزاء وعن التنفيذ بالنسبة للاعب، يعني كانه ينتقد اللاعب في مسألة التنفيذ. وشيء مساء الخير لك عبد الرحمن، مساء الخير على الزملاء وعلى المتابعين. أنا برجع بس لنقطة أبو عبد العزيز اللي ذكرتها قبل اللقاء، هذه أنا أظن أنها صارت حتى مع الأهلي في 2016 وحتى مع النصر في الموسم الماضي. لكن ليش نتكلم عن الموسم هذا والموسم الموسم الماضي والموسم الحالي؟ أنا أظن أنه في ظل وجود السبعة اللاعبين الأجانب أصبحت كل المباريات صعبة. هذه في وجهة نظري الشخصية، حتى قبل توقف الدوري كل المباريات صعبة، لا يوجد مباراة تتوقعها بأي حال من الأحوال حتى لو كانت بين فريق. اليوم شفنا إحنا مثلا العدالة، شفنا مثلا العدالة يلعب مع الحزم وين؟ في القصيم، وشفنا ضمك يفوز على الفيصلي اللي الكل يشيد بالفيصلي ومنظومة الفيصل وفريق الفيصلي إنه ما يفرط بالنقاط وا وا وا. بالعودة للمباراة أنا أشوف إن الهلال ما قدم شيء بكل أمانة، بل إنه الفتح أحرج الهلال بشكل كبير. أعرف إنه مثل ما قال. متناوي تحكي على المدرب أنت بس؟ سام. متناوي تحكي على المدرب؟ بتكلم عن المدرب بس بروح. المادة الحين. بتكلم بشكل سريع. الهلال أنا. برجع لك ترى تكلم عن كل هالنقاط. المدرب طبعًا طبيعي بيبرر بأشياء كثيرة مثلًا، لكن أنا أشوف إن فريق اليوم قدم مستوى ممتاز. يمكن كان يفترض إنه يطلع الفتح بنقاط الثلاث خصوصًا في ركلة الجزاء التي احتسبت لفريق الفتح، ولكن يعني مشكلة أنت تتحدث عن لاعب محترف يمتلك خبرة مميزة وجيتك فرصة مثل هالفرصة. صحيح. هذه يمكن ما تتكرر. نعم. حتى في المباراة القادمة مع الفرق الكبيرة كان أنه يفترض أن تكون تنفيذ ركلة الجزاء ليست بهذه الطريقة. يعني أنت ما أنت بزيدان يعني مثل ما قال المعلق، يعني هذا في وقت حاسم جدا لفريق الفتح. جمهور الفتح كان يأمل بتسجيل ركلة الجزاء هذه، حتى لو حصل فيما لو حصل مثلا الهلال وعدل المباراة مثلا يكون التعديل في وقت متأخر بالنسبة للهلال. هذه اللقطة طبعا هذه اللقطة فعلا يعني حتى التنفيذ يعني شوف مثلا ما استنى شوي، وقف على أساس شوف مثلا مكان الحارس. والله لعبها صراحة يعني هو وضعها لا 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 ما وضعها. لا لا حسين معليش، مع احترام الشديد هذه
أنا أقول خسرت الفريق، هذه اللقطة هي اللي خسرت الفتح، مع أنه الفتح مثل ما قلت لك حسين كان أفضل. والوقت لا تنسى الوقت، وقت ضربة الجزاء بالضبط دقيقة كم 84 أظن إيه؟ أو مدري آه زي كذا إيه؟ لكن هذه أنا وجهة نظري الشخصية اللي خسرت المباراة، والدليل أنه حتى بعد المباراة تم اختياره من قبل الزميل عبد الرحمن وقيل أنه يعني أنه اللاعب يعني في وضع نفسي سيء جدا للغاية. أنا مثل ما قلت لك الهلال يمكن في مباراة النصر أفضل نسبيا، لكن في مباراة اليوم لم أنا بوجهة نظري الشخصية يعني المتواضعة أنا أشوف أنه ما قدم شيء بخبرة لاعبيه هي اللي رجحت كفة الفوز. بس شلون ما قدم شيء يعني؟ لكن تقول لي عفوا عفوا. طيب أقول لك شلون ما قدم شيء يعني؟ هو كان مسيطر على المباراة وكانت فيها. ترى الهلال فايز بركلتي جزاء يعني ما فاز يعني يعني مثلا مستوى. لازم يفوز. لازم يفوز بأربعة بخمسة كل مباراة. خلني أكمل وأعلمكم شو أنا طيب أقصد. يلا كمل. أنا أتكلم إنه اليوم واضح إنه واجه صعوبة كبيرة حتى هو يلعب على أرضه بين جماعي على أرضه يعني. في الرياض. أنت أنا مو بهذه نقطتي علي. انت تقول ما قدم شيء مو بهذا في المباراه إذا اللي تابعناها الهلال هو اللي مسيطر على المباراه اضاع هجمات كثير الهلالي العقلاني اللي يحب يشوف فريقه انه فريق مميز وقوي جدا مو هو بهذا نفس الهلال على الاقل اللي شفته انا في مباراه النصر ابدا طبعا اكيد بيجي واحد بيقول لك هذه مباراه لا اعتبارات وتنافس وديربي و ولكن ليش انا اتفقت مع ابو عبد العزيز قبل شوي لانه النصر في الموسم الماضي في الموسم الاستثنائي مر في مثل هالمطبات هذه ودائما النصر والهلال بما انهم المتنافسين على بطوله الدوري لهذا للموسم الحالي والموسم الماضي الخسائر دائما ما تكون امام الفرق الاقل امكانيات ما ابغى اقول صغيره لان انا متفق الان ان الدوري قوي جدا في الموسم الماضي والموسم الحالي في ظل وجود العناصر السبعه الاجانب الموجودين في حتى في الفرق المؤخره دائما ما يرجحون الكفة أمام الفرق الكبيرة وشاهد كثير من المباريات صارت لذلك أنا أشوف أن الفتح أنا خالف الزميل حمد الدبيخي اللي رشح الفتح والعدالة للهبوط والمشكلة يردون عليه مباشرة على طول اليوم وكله فوز لذلك أنا أشوف أن المباريات القادمة صعبة جدا تقول لي الهلال فارق مريح نعم فارق مريح وأنا يعني من الآن أقول أنه الهلال هو بطل الدوري مع كل الاحترام تقريبا يعني كل الفرق اللي بيقابلها حتى إن كان الأهلي إن كان الشباب إن كان الفيحة إن كان ولن يستمر مستوى الهلال بس مدرب الهلال الرزفاني يقول لسه الأمور ما بعد حسنة طبيعي جدا أكيد تصريح الدبلوماسية هذه موجودة طبيعية جدا لا بد أنه يكون فيه نوع من التحفيز والتحذير بالنسبة للجهاز الفني يمكن أنت سألت الزميل حسين أنه هل بعد فقط الجهاز الإداري أو إدارة النادي يعني مثلا دخلوا في عملية الضمان البطولة لا أنا ما أتوقع ليش لأنه مثلا مثل الأستاذ فهد بن نافل الحقيقة ما يتحدث كثير الإعلام ما يظهر كثير الإعلام ما يعني عشان كده دائما مركز داخل أرضية الملعب بالإضافة إلى الدكتور صفوان السويكت وعدد من رؤساء الأندية موجودين نعم. في الدوري يمكن اللي يتحدث كثير عندنا 3-4 بالكثير 5 أنا أشوف أن المشوار بالنسبة للهلال وبعدين لما تشوف اليوم تبديلات المدرب الهلال واضح أنه مثل ما قال فيصل أنه يخطط على شيء قدام خصوصا في ظل أنه أنت الآن نهاية الموسم عندنا في 9 سبتمبر بداية دوري أبطال آسيا في 14 سبتمبر أيضا الموسم الجديد في أكتوبر يعني كلها 3 أسابيع ما بين نهاية الموسم أظن أو 4 أسابيع ما بين نهاية الموسم الحالي وانطلاقة الموسم الجديد لذلك أكيد عنده تخطيط مدرب استراتيجية مختلفة ولكن المستوى الفني علامة استفهام كبيرة جدا ما بين مباراة النصر والهلال بالنسبة للهلال كمستوى وحتى في بعض اللاعبين يعني أنا اليوم ما شفت كوميز بصراحة فقط في ركلة الجزاء وبعدين في ركلة الجزاء أظن أنه عبد الرحمن الزيد قال أنها تحتاج إلى إعادة تنفيذها من جديد بعد دخول اللاعبين من الهلال ولكن هذا الفار ما يتدخل فيها ولكن برضو أتطرق لمستوى التحكيم التحكيم في هذه الجولة بالنسبة لي يعني إلى حد كبير أنا اللي شاهدت المباريات يعني نجح إلى حد كبير نجح لكن في الجولة الماضية لا طبعا عموما مبارك للهلال الفتح بوجهة نظر الشخصية لن يهبط باقي الفتح عنده لاعبين مميزين سواء كان على مستوى العنصر المحلي ضاق صدر حسين يوم قلت لن يهبط أكيد لازم واحد يهبط لا إن شاء الله لا يهبط يعني الفتح مرتبطين لا 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 أنا أتكلم حسين عن خبرة لاعبين موجودين علي في الفتح في لاعبين سعوديين مميزين وفي لاعبين أجانب اسمح لي أعلق تعليق بسيط عليك أنا صراحة رأي أخوي أحمد وأخوي علي اللي عن الهلال وعن نتائج الهلال وعن مستوى الهلال اللي ما يتابع الدوري السعودي يتوقع يتكلموا عن النادي في المركز السادس السابع مرة يفوز مرة يتعادل مرة يظهر المستوى ما يظهر المستوى
الهلال في الموسم هذا الحالي تحديدا ظاهر مستوى فارق فني كبير على الانديه كلها. حتى اليوم مستوى المباراه قوي. اللي شاهد امدي علي شاف المباراه ولا ما شافها؟ الشوط الاول الهلال اذا اذا اذا, إذا انت حسين كهلالي مقتنع في مستوى الفريق انا اتكلم عن مستوى ما اتكلم عن نتيجه. طيب اتكلم عن مستوى فريق لا بس ترك ترابطها انه كهلالي انا ما اتكلم انا اتكلم لحظه انا اتكلم الهلالي العاشق اللي يرى فريقه سينافس انت تقول العاقل وعلى بطوله كاس انت تقول العاقل ولا العاشق العقلاني يا ابو خالد الهلالي العقلاني ما يرضيه الموسم ما يرضيه اللي ما قدم الفريق اليوم نتكلم اليوم قد يكون مباراة القادمة بالنسبة للهلال يظهر بثوب مختلف نعم صحيح فريق الهلال فريق كبير بس أكمل يلا سريع شوف أنا أتصور أن الهلال مباراة اليوم مباراة قوية جدا من الطرفين الهلال والفتح لا ننظر الفتح على أساس أنه مركز الرابع عشر الفتح كان مع الهلال في أعظم معظم مباريات كان مغلق المناطق الخلفية بالتالي ما تلقى هناك فرص للهلال صالح لكن السيطرة كاملة للهلال بالذات الشوط الأول أتكلم عنه في بعض بساطات المباراة الشوط الثاني كان فيه تراخ وهذا أمر طبيعي فريق ماشي برتم عالي جدا المدرب غير باستمرار اللاعبين عنده دكة بدلاء بمستوى أفضل من الأندية وأيضا في النفس على مستوى الفريق الهلالي فأنا أتصور أمر طبيعي نتيجة مباراة اليوم أمر طبيعي جدا الهلال خرج بما هو النتيجة بحيان. ولا المستوى الفني المستوى طبيعي والنتيجة طبيعية طيب. الفتح طيب. هذا في الدور الأول أخرج الهلال بالتعادل لا توضيح بس في الإدارة إيه بس أضيف نقطة معي قال نقطة مهمة جدا فيصل بالنسبة للفريق الهلالي هو الآن بالنسبة للدوري أنا وجهة نظري محسوم وتصريح رئيس النادي أو لاعب أو مدرب أو مسؤول هذا طبيعي جدا يقول ما الدوري محسوم لكن الهلال حتى يخسر الدوري لابد أن يخسر 4 مباريات من اصل 6 وهذا ما حق موسم كامل ما خسر 4 مباراة بالتالي استراتيجيه الهلال لابد تكون بهذا المستوى ولابد ان يخفض اداء المستوى لانه عنده مشاركات في الطلب المحافظ على اللاعبين بكمل بس سريعا للتعقيب اللي تقوله لا اقصد انه الاداره الهلاليه ما شاركت ابدا في انخفاض مستوى الفريق او انه الوصول الهلال فارق 9 نقاط انه يعني انخفاض المستوى على الاقل في مباراه اليوم على مستوى رئاسة نادي الهلال الرئيس نادي الهلال الأستاذ فهد بن نافل شفناه بعد مباراة النصر ظهر في تغريدة بارك الجمهور الهلالي قال أنه على الفوز في مبارة النصر وأنه عززنا الفارق 9 نقاط ولكن أمامنا 7 جولات في غاية الأهمية بإذن الله أنه نحقق فيها الانتصارات حتى نتوج بطولة الدوري على مستوى إدارة الكرة أيضا الكابتن سعود كريري ظهر في مقطع فيديو قال أمامنا تحديات كبيرة كسبنا تحدي اليوم وأمامنا 7 تحديات قادمة أيضا سنعمل عليها وصل النقطة لا انه كان الحديث انه هل شاركت الاداره الهلاليه في انه خلاص الفريق الهلالي توج ببطوله الدوري على سريعا على مستوى المستويات الهلال في النهايه هو بطل اسيا يعني قبل 7 شهور هزم كل الفرق الاسيويه وتوج بطل اسيا من المستحيل انه يستمر بذات الرتم انه بنفس المستويات اللي لعب فيها امام الفرق الاسيويه او اللي هزم فيها اوراوا سيصل المستوى اكيد انه بينخفض فيه خصوصا مع فتره التوقف لكن على المجمل هو يعني في النهايه هو بطل القاره الاسيويه ممتاز مدرب فريق الهلال رزفان وحارس مرمى الفريق عبد الله المعيوف كان لهم ايضا حديث حول اللاعب في اللقاء عن اللاعب سالم الدوسري مع زميل عبد الرحمن الدحيم تابع تعلق بالكابتن سالم الدوسري لماذا كل هذا التدوير اليوم في اكثر من خانه الكابتن سالم رغم وجود البدائل المناسبه اذا كان هناك اكثر من لاعب مرهق able to play in those positions. So Salem played in different positions today. And what? Sorry? Knowing that there could have been other options instead of making Salem play in different positions. Yes, but in that moment we forced to win the game. Salem is one of the most important players in Asia because of his capacity of fighting, of running. And he has power, so he could manage to support attack and defense at the same time. And finally, he did it very well for these 10 minutes. So it was a moment of taking a decision. What we do? We go for 1-1 or we have to win this game? And normally Al Hilal has to win the game. So we made this substitution to push more. After the second goal, immediately we come back in having a clear right back. سالم يعتبر من ضمن أهم اللاعبين في المجموعة بالنسبة لنا وأيضا من ضمن أفضل وأهم اللعيبة على مستوى القارة الآسيوية. في وقت من الأوقات في المباراة لازم نتخذ القرارات ولاعب زي سالم يملك المساحة
يعني مساحة القوة، مساحة القتال، الاستمرار بقوة، يعني يقدر يلعب بيعطي مجهود إضافي دفاعاً هجوماً. فوقت اتخاذ القرار كان القرار بالطريقة هذه، إنه كنا نبحث عن المباراة، فإلى أملنا المباراة يعني ب2-1 إلى وقت معين أخرج اللاعب. لكن الوقت اللي استفاد من سالم يعني العكات 10 دقائق كان البحث منها إضافة الأجزاء الهجومية للمجموعة والإبقاء على سالم. تنطول الحركة هذه اللي كل شوي؟ والله لا، هي ما كان ودي أنها تصير ولا أبي صراحة، لا بس أنه صار نظرة اللاعبين في منطقة أوفسايد، فحاولت اني ارجع بالكره عشان ما تروح علينا الكره من ولا شيء يعني، ورجعت. تقصد انه مش عمد، هي ظروف مو عمد ابدا. يعني ناظرت جوفينكو وسالم جوميز كانوا في الاوفسايد ما بعد رجعوا، فرجعت بالكره عشان العب مع المدافعين. طيب ابو عبد العزيز، في حديث المدرب على موضوع سالم الدوسري، تبريره لهذا الامر؟ والله شوف، انا اشوف انه يعني وفق لظروف المباراه، فريق يبحث عن الفوز طبيعي انه يلاعب اللعيبه او يستمر باللعيبه اللي اكثر نزعه هجوميه، وكان يبغى زياده عدديه قدام، فطبيعي ان سالم، وسالم عنده الامكانيه انه يلعب طرف، يلعب خلف خلف راس الحربه، يلعب في اكثر من مكان. لكن انا بروح الجهه الثانيه، لوشيسكو وفيتوريا هم المدربين الوحيدين اللي استفادوا من 5 تغييرات تقريبا مع اظن التعاون او في مباراه واحده او زي كذا. لكن اذا احنا نتكلم عن الاستثناء اللي صادر من فيفا طبعا بوجود 5 تغييرات في الفتره هذه الحرجه، نجد ان لوشيسكو وفيتوريا النصر والهلال هم الوحيدين اللي قاعدين يستنفذون 5 تغييرات، وهذا دليل يعني انهم قاعدين يروحون عارفين ان عندهم اسيا، عندهم كاس ملك، عندهم موسم جديد بعد، فواضح انهم يحاولون انهم يريحون لعيبتهم، ما يستنفذون كل اللي عندهم، خاصه انه كل 4 مباريات كل 4 ايام 5 ايام في مباراه. فهذه بتعود بالفائده على الفريق الهلالي والنصراوي في قادم الايام. طيب فيصل، كلام عبد الله المعيوف في اللقطه اللي تكررت، ممكن الان حتى اللاعبين اصبحوا يحسون عبد الله في كل مره بيسوي هالمحاوله المناوره. والله صراحه عبد الله لابد نشيد اول شيء بمستوياته واللي قدمه، وايضا الاشاده تمتد للكابتن حبيب الطيان اعتقد حارس الفتح، ايضا قدم مستوى جيد ولابد نشيد فيه. ولكن عبد الله يلعب بالنار عبد الله، اي يعني لابد انه اعتقد اللقطه هذه كانت في مباراه النصر، في لقطه مشابهه لها صحيح، وفي لقطه كررها اليوم. يعني انا اعتقد انه يعني لو بس هو يقول انا ما اقصدها، يعني هي انا اجبرت عليها، مشكله بس انا اعتقد مره مرتين لو تحدث مره ثانيه، وخصوصا اليوم كانت النتيجه تعادل اعتقد في اللقطه هذه، لو حدثت منها يعني هذه يمكن يكون لها حتى انعكاسات سلبيه لك عبد الله خلال مجريات المباراه تاثر عليك. فاعتقد انك تقدر تخلص من الكوره لو تخرجها خارج الملعب افضل من انك تلعب بمثل هذه. واعتقد ان الكابتن عبد الله المعيوف ما يحتاج مثل هذه النصائح منه، عنده مدرب حراس وعنده جهاز فني، وهو يمتلك من الخبره والمخزون المباريات الكثيره على المباريات الدوليه والمشاركات الكبيره. ولكن نشيد في مستويات عبد الله خلال الفتره الماضيه مع الفريق الهلالي، حقق كثير من البطولات واللي توجها في الفتره الاخيره بالدوري ابطال اسيا. طيب شاهدنا خلال هذه الجولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مبادرة احفظ شعارك، وذلك بالتعاون مع رابطة دوري المحترفين والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وبمباركة ودعم من وزارة الرياضة نظير الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة بمختلف مؤسساتها الحكومية والخاصة بالملكية الفكرية، وإيمانا من الرابطة بدورها في الحفاظ على حقوق الأندية الفكرية من خلال تسجيل شعاراتها وتطويرها ورعايتها وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية. وحول الموضوع أيضا ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد الحسن، وهو المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية. أستاذ محمد، أولا شكرا على قبول الدعوة وعلى التداخل معنا في خصوص هذا الموضوع، وأسألك يعني على موضوع الملكية الفكرية، وفي كلام كثير في المجال الرياضي عن هذا الموضوع، خليني أسألك عن الأصول الغير ملموسة في الملكية الفكرية بالنسبة في المجال الرياضي.
شكرا لك ابو خالد، يعطيك العافيه، مسي عليك بالخير، وفرصه صراحه اني اطرح عليكم هذا البرنامج الرائع بقياده ابو خالد واخوي علي وحسين واحمد والاستاذ فيصل الاخ والصديق يعني العزيز في دعم الملكيه الفكريه في العلامات التجاريه تحديدا. فكل عام وانتم بخير جميعا. وانتم بخير يا محمد. القناه الرياضيه ابو خالد. ابو خالد شكرا لك وشكرا لسؤالك، شكرا لكم، هذا احنا واجبنا اليوم بدعم سمو وزير الرياضه والاخ نايف الدوسري ان سمحت لي في وزاره الرياضه والاخ طلال العبيدي في كذلك الرابطه وايضا الاخ رشيد في وزاره التجاره ممثله بحمايه المستهلك وايضا هيئه السعوديه للملكيه الفكريه كمشرعه. اليوم الانديه يا ابو خالد تحظى باصول ملموسه وغير ملموسه في الرياضه السعوديه، الرياضه السعوديه يا جماعه الخير ما هي عشريه او ثلاثينيه او اربعينيه سنه بل اكثر من 50 سنه، اليوم فيها اصول غير ملموسه تعود باستثمارات ماليه هائله على الدخل والايرادات للانديه الرياضيه. أيه. انا اليوم ما اخفي سر اذا قلت انه في علامات تجاريه مسجله لجميع الانديه في الدوري الممتاز. أيه. يمكن احنا باستثناء ناديين الان تحت الاجراءات، في احد الانديه انتهت مده حمايه العلامه التجاريه الخاصه به، والنادي الاخر ان شاء الله تعالى في القريب العاجل سيسجل وسنمنحه شهاده تسجيل علامه تجاريه. أيه. السؤال لماذا يكون هناك تسجيل حمايه الملكيه الفكريه؟ الاتجاه العالمي اليوم، المملكة اليوم واحدة من جزء من المحرك في العالم الرياضي في الإعلام العالمي أيضا كذلك. الملكية الفكرية أكثر من مجرد لعبة كرة قدم، فيها براءة اختراع مكمنة في الله يعزكم الحذاء الرياضي والكرة، فيها أهازيج محمية كما هو في نادي الاتحاد العميد وكل ما الهازيج التي تقوم بها الجماهير هذه محمية بموجب نظام حقوق المؤلف. العلامات التجارية بحر لا ساحل له. أيه. اليوم احنا عندنا كل الأندية الرياضية بالغالب سجلت علامات تجارية في فئات مختلفة، يمكن اليوم نادي النصر يقع في المركز الأول بأكثر من 13 فئة من فئات تسجيل علامات تجارية، هذه أصول غير ملموسة. يعني محمد نادي النصر هو الأعلى في مسألة تسجيل الملكية. صحيح، أكثر من 13 فئة في مجال علامات تجارية محمية لصالح نادي النصر اليوم. مو بس كذا بس أبو خالد، يمكن اليوم أيضا في حقيقة أخرى يعني هي لذيذة لكل من يقوم على الذراع الاستثماري والقانوني في الأندية السعودية. أيه. المتاجر التي تم افتتاحها اليوم يعني هي أحد الأسرة الاستثمارية، لكن خلينا نعطيها يعني أسلوب عام. أحد الأندية الرئيسية والمؤثرة في الدوري السعودي اليوم دخلها من خلال المتجر في الموسم الماضي قام بتغطية عقد أحد اللاعبين المحترفين. فالمجال الملكية الفكرية ومجال واعد للاستثمار المادي قبل أن يكون أي شيء. أيضا في نقطة ثانية، كثير من الأندية اليوم غيرت شعاراتها ولا لا يا أبو خالد؟ صحيح، هذا التغيير الذي تم تخيل أن هناك حفظ للعلامات التجارية الماضية، هذا تاريخ وهذا إجابة على سؤالك تفضلت فيه في قضية أنها أصول غير ملموسة. اليوم حنا نتوقع أن الأصول الملموسة هي مقر ملعب عقود إلى آخره، بينما الملكية الفكرية تقع في جانب آخر في أصول غير ملموسة. تخيل أن هناك شعار له أكثر من 50 سنة، هذا الشعار لا يمكن الاعتداء عليه، لا يمكن استخدامه إلا بإذن النادي، لا أيضا الاحتفاء به هو حق مشروع في الملكية الفكرية. بس بيقول لك أحد أستاذ محمد إذا سمحت لي يعني ونناقش الموضوع، بيقول لك أحد إحنا جالسين نشوف الشعارات على شعار النادي النصر نادي الهلال، جالس نشوفه في كل مكان. شكرا لك. ولذلك الحملة اللي تشوفها الآن بمبادرة وقيادة وزارة الرياضة ودعم أيضا للمقام السامي الكريم جاءت لي أن تكون وزارة التجارة أحد الأذرع الرئيسية في هذا المجال. السؤال لماذا وزارة التجارة؟ وزارة التجارة اليوم تقوم بحماية المستهلك من خلال وكالة فاعلة تقوم بجولات تفتيشية. احنا نبشر المجال الرياضي بأن هناك حملات تفتيشية خاصة في المتاجر التي تقوم بانتهاك العلامات التجارية على التيشيرتات، وأيضا في مبادرات من التيشيرتات الأصلية للأندية الرياضية في السعودية بتقديم خصومات للجماهير المحبة، لأنه أيضا أبو خالد سؤال ثاني، إذا أنا أحب النادي مو بالضرورة أشتري تيشيرت ثلاث ريال، أحب النادي وأبغى أشتري بمبلغ معقول. وهذا اللي قاعد يتم الآن وسيتم الآن قريبا إن شاء الله تعالى بمبادرة القطاع الخاص بخصومات خاصة لجماهير الأندية بأن يقتنون التيشيرتات وأيضا كل ما يتعلق بالعلامات التجارية في كل مقتنيات الملكية الفكرية بأسعار مناسبة وملائمة للجماهير. طيب أنت تو تكلمت محمد على أساس بس أنا أفهم أستاذ محمد، قلت الأهازيج وكذا، هل هذه صحيح. التفاصيل بتكون تعتبر ملكية فكرية وما يتم الاعتداء عليها؟ مثلا بما أنك ضربت في الاتحاد، أنا أشوف مثلا أهازيج الاتحاد نسمعها في كل مكان من غير جماهير الاتحاد، كيف هذا الموضوع؟ وضح للمتابع يعني. أبشر، الملكية الفكرية فيها ثلاث مسارات أبو خالد ولا يفنون الضيوف والمشاهدين والمشاهدات. الثلاث مسارات هذه فيها براءات اختراع، يمكن براءات اختراع الأقل مجال من مجالات الانتهاكات. لكن علامات تجارية
زي ما تفضلت في انتهاكها بالتقليد. لكن أيضا حق المؤلف في الأهاديج الجماهيرية هي محفوظة بموجب حق المؤلف، وهذا نظام من عام 1406 معمول فيه وتم تطويره قبل وزارة حق المؤلف وزارة الإعلام، وأيضا بعد انتقالها واحتضانها من قبل وزارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية في أن يتم تطويرها. كل الأهاديج اللي نسمعها على مدرجات هي محمية بموجب النظام 50 سنة حق أدبي ومادي، لا يمكن استخدامها في مقطع فيديو ولا يمكن استخدامها في إعلان ترويجي وتسويقي لأحد الأندية إلا بإذن خطي وكتابي من النادي الذي يملك حق المؤلف في الأهاديج المنشورة. فالآن كل نادي له أهاديج معروفة مشهورة بأبيات سممت وألفت خصيصا له بموجب مصنف أدبي يمكنه حفظ هذه عن طريق مجال حق المؤلف، وهي أيضا محمية بموجب النظام، وأيضا رفع الدعوى في حال انتهاكها عبر مقطع فيديو لم يتم استئذان النادي بإذن خطي وكتابي. هذه هي مجال. لا بس محمد أنت متابع، يعني أعرف أنك متابع في المجال الرياضي. لا انا اتكلم مثلا نادي الاتحاد نسمع هزيجه مثلا في انديه ثانيه خليجيه نسمع الموضوع، هل انتم قادرين على حمايه هذا الموضوع بالنسبه لنادي الاتحاد على سبيل المثال؟ انا ما اخص الاتحاد بس على سبيل المثال. صحيح، يمكن ذكرت الاتحاد لانه فعلا هو اكثر الاهاديج اللي اقدميه حتى ملكيتها الفكريه. أيه. ولم تتجاوز 50 سنة، وبالتالي اذا كان اليوم محمد الحسن يبغى يستخدم مقطع فيديو في اهاديج نادي الاتحاد، أيه، لا يمكن استخدامها الا من خلال اذن خطي وكتابي من الاداره القانونيه لنادي الاتحاد. اذا لم يتم هذا المجال يحق لنادي الاتحاد رفع دعوى لدى الامانه العامه لجان نظر الدعاوى الملكيه الفكريه في الهيئه السعوديه الملكيه الفكريه واخذ العقوبات وإلقاعها بكل ما يتعلق في 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 هذا المجال. الملكيه الفكريه محدوده بالحدود الجغرافيه، وهذا لا يعني انها اذا كانت في دوله لا يمكن حمايتها في دوله اخرى. اليوم في كثير من الانديه، خليني اعطيك على سبيل المثال، في كثير من الانديه اليوم ولدت المجال الصحي. كيف مجال الصحي؟ ممكن ان يكون هناك متاجر الانديه السعوديه جواتها مطاعم، هذه المسارات داخل المطاعم يمكن حمايتها ايضا لصالح النادي. خليني اعطيك اليوم احد الانديه السعوديه بدون ما اسميه. لما جاء يستقبل، انا والله ودي تسميه عشان يعني افضل نسميه. والله طيب ما يخالف ابشر. انه حق والله مشاع. نادي النصر اليوم لما بدا بتصنيع التيشيرتات لملابسه الرياضيه، اخذ الحق الخاص بالوكاله الرياضيه العالميه وقام بملكيه الفكريه لهذه المصنع، بدل ما تصنعها ماركات عالميه معروفه. حلو. اخذ هو هذا الحق وقام بتصنيعه، وكل ايرادات هذه الماركه تعود لنادي النصر. هذا النهج في حفظ الملكيه الفكريه هي ما نعني فيه الاصول الملموسه وغير الملموسه. نعم. احنا مقبلين على مجال خصب جدا للانديه الرياضيه فيما يتعلق بحفظها ان تكون اصول ملموسه وغير ملموسه. الجانب الرياضي اليوم واعد، الجانب الرياضي اليوم واعي. تمت كثير من الانشطه برعايه وزاره الرياضه وايضا الاخوان في الرابطه وزاره الانعاف الاخبار العبيدي وفريقه الجميل، ولكن بلا شك احنا اليوم ابو خالد صراحة على الهواء أقول الآن ننقلها من ذمتنا إلى ذمتكم. الملكية الفكرية ليس بذمة الهيئة فحسب، وإنما جميعا بكل الضيوف الجميلة اللي في الاستوديو وكل اللي يتابعنا على الهواء، نريد أن نرفع الوعي، نريد أن نحقق احترام الملكية الفكرية لتكون الرياضة السعودية على مستواها الذي يليق بها. أستاذ محمد الحسن المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، شكرا أستاذ محمد على توضيح كل هذه التفاصيل وعلى كل هذه المواضيع في الملكية الفكرية. وزي ما قلت مجال جديد، مجال راح يجذب كثير من خلني أقول الأمور المالية بالنسبة للأندية السعودية. نحن نروح الفاصل ونرجع نكمل مع الضيوف.
اليوم نعلن عن مسار جديد وتعديلات في غالي دكار 2021. نطلق اليوم منصة مراكز تراخيص الغوص. يا اهلا ومرحبا فيكم مره اخرى في برنامج الديوانيه وضيوفه حسين الشريف، احمد العقيل، فيصل المطرفي، وعلي المرشود مع حفظ الالقاب. ابو خالد، على حديث تو الاستاذ محمد الحسن في الملكيه الفكريه وموضوع جديد، وتكلم عن اصول غير ملموسه في الانديه، ويبدو ان الانديه يعني متوجهه للموضوع بشكل كبير، زي ما يقول مثلا نادي النصر الاعلى في مساله تسجيل الملكيه الفكريه. طبيعه الحال يعني الخطوه التي اقدمت عليها هيئه الملكيه الفكريه خطوه جدا مهمه جدا، كان ينتظرها الوسط الرياضي منذ زمن طويل. كانت حقوق الأندية خصوصا الشعارات والملابس التيشيرت وهذه كانت نوعا ما كان هناك نوع من الاستغلال من قبل بعض الأسواق لهذا المجانب. هذه الخطوة بالفعل حيكون لها أثر إيجابي كبير، أولا على مسألة حفظ الحقوق، والأمر الآخر على الدخل للأندية والاستفادة من الشعارات والاستفادة من كل له علاقة بهذا النادي، كهزيج كما ذكر أخوي محمد، كشعارات ماضية يحتفظ بها كل نادي، ممكن يستخدمها في تسويق له أو إيجاد موارد مالية أو روافد مالية تساهم في انتعاش هذا الجانب. أيضا هي خطوة تأتي من ضمن خطوات أو من ضمن أذرعة الخصخصة للأندية الرياضية. صحيح. إذا فعلا تمت هذه الخطوة وتمت مراقبتها وتم قضاء على المتسربين على الاستولاء على الحقوق الفكرية للأندية، أتصور أنها خطوة إيجابية سوف تعود فائدة كبيرة، خصوصا على الأندية ذات الشعبية الكبيرة، ذات الحضور، ذات المكانة، حتى في تسويق منتجاتها تكون مردود كبير جدا. إن شاء الله تعالى طبعا نشكر الهيئة، نشكر وزارة الرياضة، نشكر وزارة التجارة، نتمنى الوسط الرياضي أن يستفيد من هذا كل الخدمات المقدمة، خصوصا نتكلم على مستوى الأندية، على إدارات الأندية، لأن هذا العمل والحثيث اللي تقوم به هذه الجهات هي من أجل تزويد الأندية بموارد مالية يجب على الأندية الاستفادة منها، لأن الملاحظ كثير من في السنوات الماضية في موارد مالية تحضر الأندية، إيجاد منافذ أو روافد مالية من خلال وزارة الرياضة، من خلال العقود الرعاية، من خلال الدعم الشرفي، لكن غالبية الأندية لا تستفيد من هذا الموارد المالية، ولا زالت نحن نتكلم الآن عن خطوات متقدمة في تطوير الرياضة أو استثمار الشعارات. نجد الأندية لا زالت تغرق في ديون مالية بسبب حقيقة سوء إدارة، إهمال إداري، إهمال سوء تصرف من قبل العقود أو عدم ربط العقود. فبالتالي مثل ما إحنا سايرين في الاتجاه الصحيح، ويشكر كل القائمين على هذا الجانب
بالحفظ على حقوقها. يجب أيضا أن نحد من التسريبات التي تساهم في هدر هذه الأموال والتي تضعف حقوق الأندية. النقطة الأخيرة بتكلم فيها اللي بخصوص الهزيج. أنا أتصور أن نتكلم عن الهزيج الخاصة بالنادي وليس كل الهزيج، لأن في بعض الهزيج متعلقة بفنانين بتراث قديم لا تستطيع أنك تعمل عليها كنترول أو تعمل عليها ملكية المؤلف. المؤلف ملكية المؤلف ربما بعض الأندية من 1406 وهي أعتقد هذه موجودة ما خاب في الاتحاد بشكل كبير جدا، وفي السنتين الأخيرة ظهرت في النادي الأهلي اللي هي حقوق المؤلف أو كلمات تظهر خصيصا كتابة لهذا النادي. وأتصور لو حافظ الأندية على هذا الإرث الكبير سوف تجد عندها موارد مالية أتمنى أن تعود فائدة. الآن الكرة في ملعب الأندية، إدارات الأندية يجب أن تكون هناك استفادة كبيرة جدا، وألف شكر لكل الجهات التي ساهمت في وضع لبنة جيدة للاستثمار الرياضي داخل الأندية الرياضية. أبو عبد العزيز عن هذا الموضوع. بالعكس شيء يشكرون عليه الإخوان في الهيئة حماية الحقوق الملكية الفكرية. في السابق عامة الناس، أنت كنت رئيس نادي، لا أنت كلامك المفروض يكون مختلف. أنت كنت رئيس نادي تعرفت. لا تعرف، ما أقولك كل صحيح بس أنت أصبر علي عشان أنت شفت هذا الموضوع اللي يتكلم عنه قبل شوي أبو خالد على مسألة الإهداء، عدم يعني أنه الإدارات ما تستغل هذا الموضوع في الأمور المالية. أنت اشتغلت في النادي، كانت هذه الأمور عندكم مثلا لها مسار انك تعمل عليها انك تكسب من خلال هذه الشعارات؟ إيه طبيعي. ولا ما كانت لا شوف طبيعي استغلال شعار النادي، استغلال او الشعار بشكل عام استغلاله تجاريا امر مربح لاي نادي. أيه. سواء يعني الشباب او غيره من الانديه. أيه. سواء شعار على التيشيرت، شعار على العبوات الاستهلاكيه، مواد استهلاكيه، وكانت لنا تجارب كثيره يعني. سواء يعني زي بالنسبه في وقتنا كنا سوينا المويه الخاصه بنادي الشباب يعني. فمثل هذه الأشياء كانت مرتكزة على الشعار فقط للأمانة يعني، أو أغلب الأندية كانت تفكر في استغلال الشعار أنه مقابل مبلغ مالي تأخذ حق استخدام الشعار. اليوم لا، اليوم الكلام اللي تو سمعناه من الأستاذ محمد أنها انتقلت إلى كل شيء، إلى طقم الفريق، إلى التصميم، إلى الأهازيج، إلى أسماء اللاعبين، إلى منتجات يعني. فاليوم فيه صار عندنا يعني مجال خصب لحماية الحقوق الملكية للنادي. أنا أقول لك في كثير من الشركات، كثير من الشركات، وهذا الكلام يعني صار معنا كثير سواء حتى لما كنت في الاتحاد أو في الرابطة، أنه كانت تخشى من عدم الحماية لها. يقول لك أنا ممكن أني أدفع للنادي مبلغ كبير وألقى شيء مقلد في السوق. أيه. وأنا دافع أيه. مبلغ مالي كبير عشان أستغل شعار النادي، بينما إكس من التجار يدخل بضاعة مقلدة بدون ما يأخذ النادي ولا ريال. وهذه كانت من الأشياء اللي نعاني ولا زلنا نعاني منها، لكن إن شاء الله مع هالخطوات إن شاء الله أنها تقل بشكل. طيب في بس عفوا في مبادرة استثمارية ذكرها أخوي محمد اللي تتعلق بنادي النصر اللي تحدث فيه، يقول لك نادي النصر الآن موقع عقد مع شركة بحيث أنه هو يكون هو صاحب الحق الامتياز في العلامة التجارية. علامة تجارية ما لها علاقة بنادي النصر، لكن هو مستثمر فيها بحكم أنه نادي النصر وإمكانته شعبيته. أعتقد هذه بالفعل خطوة جدا إيجابية، أتمنى أن يكون الأندية أن يحذو حذو نادي النصر في هذا الجانب. هي الجهود رائعة جدا وبارزة، والتعاون الكبير ما بين الهيئة السعودية الملكية الفكرية ووزارة التجارة وأيضا وزارة الرياضة، أعتقد أنها بتثمر بإذن الله. الآن المطلوب من الأندية التعاون بشكل كبير، وأيضا من المجتمع الرياضي. أنا أذكر في تغطيتنا الميدانية أعتقد في 2007 و2008 على سبيل المثال نادي الهلال، كان الأمير عبد الرحمن مساعد رئيس نادي الهلال، وكان الهلال موقع مع شركة كبيرة في المسؤول عن توفير الملابس. يقول كنت أطلع من نادي الهلال متجر المتاجر اللي أمام نادي الهلال، صحيح، توفر فيها كثير من الملابس المقلدة. فيقول المشكلة في هذه الملابس. فأعتقد أنه الحملات التفتيشية اللي استاذ محمد الحسن الله يعطيه الصحة والعافية كانت مداخلة يعني شافية ووافية فيها الكثير من التفاصيل. الحملات التفتيشية اللي بتعاون وزارة التجارة وأيضا مع الهيئة السعودية الملكية الفكرية وتعاون الأندية، أعتقد أنها يعني هذه بتثمر بشكل كبير. بالإضافة أنه أعتقد الأندية عليها التعاون بشكل كبير. الذكر أنه نادي النصر كان فعال وبنتجاوب بشكل كبير على الأندية أنها تتسارع خطواتها بشكل كبير في هذا الجانب، حتى على مستوى الجانب الإعلامي أنه لابد أنك تحمي هويتك بشكل كبير في مواقع التواصل. صحيح. هذه فيها جانب أيضا استثماري كبير. ممتاز. على الإدارات الاستثمارية في الأندية تفاعل معها. أبو نواف. أنا أقول خطوة جبارة من قبل الهيئة بكل أمانة، وبصراحة كل جولة وجولة قاعدة تشوف أنت أشياء قاعدة تسويها الرابطة بإشراف الوزارة، وزارة الرياضة بإشراف أيضا من الاتحاد السعودي كرة القدم،
وبالحديث ايضا عن انه ذكر هو نادي النصر للاستاذ محمد الحسن، ايضا نادي النصر اظن انه في 2019 لما تخني الذاكره وكل شركه مثل ما قال، وقع مع شركه في انه مراقبه كل الجهات سواء كانت الفرديه او الجماعيه، الشركات اي جهه ايا كانت، حملات تسويقيه تستغل اسم نادي النصر او المنتج في منتج معين. اعلنت اداره النصر في من خلال موقع في حساب التويتر انه سيتم رصد كل التعديات اللي على هذا الموضوع. هذا شيء جيد ممتاز. طيب. ترى احنا ما ينقصنا شيء الان في ظل صحيح. ما تجده الرياضه السعوديه على كافه الالعاب من دعم كبير واهتمام من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي صاحب السمو الملك الامير محمد بن سلمان. الان على الانديه ان تعمل على ارض الواقع صحيح. في المحافظه على منتجاتها، فهذا على اسم النادي والعلامه التجاريه بشكل كامل. طيب. تغلب النصر اليوم على مضيفة فريق أبها بهدفين دون رد. خلونا نتذكر المباراة بصوت الزميل عبد الله الغامدي. زيارة الشباك يا عبد الرزاق، زيارة الشباك يا حمد الله، الآن أمام عبد العالي، عبد الرزاق يتقدم، عبد الرزاق يضعها ولا لا؟ حمد الله يرسل لك كرة في المرمى. طلال المشعل وحسام غالي وأحمد البحري من تلك المباراة. قبلها أيضا في كرة، يا سلام يا خالد، الله 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 على التمريرة الساحرة من خالد وعلى الانطلاقة الرائعة من أحمد. طيب خلونا أيضا نروح بعد المباراة، تحدث المدرب النصر روي فيتوريا مع الزميل عبد الرحمن الشقاري، خلنا نتابع. Nós somos estes jogadores têm sido muito profissionais. طبعا اللاعبين عندنا يعني على درجة عالية من الاحتراف. E o que nós fizemos foi continuar o nosso trabalho. ومنعرف شو معنات استمرارية العمل. Não estamos aqui para chorar, não estamos aqui para nos lamentar, não estamos aqui para trabalhar. فريق عمل، فريق من أجل الاجتهاد وفريق من أجل المتابعة. E temos que ter este pensamento positivo porque nós fazemos o que gostamos, temos a oportunidade de jogar e isto é o suficiente para estarmos motivados em cada jogo. والحمد لله جت الامور ايجابيه، شفتوا كان عندنا فرص وسجلنا، يعني فزنا بالمباراه مستوى ونتيجه. Evidente que queríamos que o jogo da semana passada, o último jogo fosse diferente em todos os aspectos. طبعا خلال اسبوع قدرنا انه نسوي جوله المباراه مختلف تماما. Mas passando o jogo, temos que focar no próximo e agora no próximo e وبالنسبه لنا الان يعني تعاملنا هي مع المباريات اول باول. عيوننا الان على المباراه اللي مقبله، بعدين اللي مقبله واللي مقبله. يا استا مساجين كيو باس بو جوغادورز جوغادورز انتيندي. الرساله اللي نحن وجهناها للاعبين واللاعبين فهموها واشتغلوا فيها. كمدير فني للنصر لا يزال يرى بان هناك امل في تحقيق بطوله الدوري متبقي 6 جولات. وي ستيل هاف هوب تو بي شامبيون ان ذيس ليج. نوش ترابيلاموس با غانيار او جوغز تودوس. نحن عم نشتغل على انه نفوز كل مباريات. اي aquilo que podemos fazer é controlar o nosso trabalho. يعني انه الشيء الوحيد اللي بنحسن نتحكم فيه هو عملنا نحن. A nossa obrigação é fazer tudo para ganhar os nossos jogos. التزامنا هو انه نحاول كل شيء مشان نفوز بكل مباراه. É evidente que ficamos mais longe e é mais difícil. طبعا اكيد انه الامور صارت اصعب وصايره يعني حسابيا اصعب. Mas não vale, não serve de nada. Nós queremos ganhar se não ganharmos os nossos jogos. لكن لن يخدمنا شيء اذا نحن توانين عن الفوز. لازم نكمل ونفوز بكل اللي كل الجولات المتبقيه. Isto para concluir. O nosso foco é no nosso trabalho, nos nossos jogos. وفي النهايه exclusivamente. الخلاصه نحن يعني تركيزنا هو على عملنا نحن. الامور الثانيه بنتركها تمشي بمجراها. على المرشود عن النصر في المباراة، يعني يبدو أن النصر فعلا تجاوز مباراة الديربي ونتيجتها اليوم يظهر بشكل مختلف، أحمد موسى يظهر بشكل مختلف، حديث المدرب أيضا بعد المباراة تعليقك عليه. طبعا مبارك النصر، ما في شك أنه يعني اللي شاف مباراة اليوم يلحظ بأنه هناك يعني فوارق كبيرة جدا ما بين فريقين يتكلم. صحيح. صحيح أنه فريق أبها في آخر 3 مباريات حقق انتصار أظن. صحيح ان النصر ما ظهر في الديربي في مستوى، وانا اتكلم عن الديربي تذكرت الفار بصراحه. ايه فالفار اليوم الحقيقه كان صاحي
كان عنده يعني ضمير قوي جدا صراحة. عشان كذا أنا امتدحت الحكم اليوم، كان أحد نجوم المباراة على الرغم أنه المباراة يعني ما بين في فوارق، ولكن الحكم أعطى أهمية كبيرة للمباراة من خلال احترامه أيضا للاعبين، واحترامه أيضا لما هم خارج الملعب الفار بين قوسين الفار. على المستوى الفني النصر اليوم حتى من الدقائق الأولى مسيطر، استلم زمام المباراة، صحيح تأخر الفوز، ولكن أرى أنا بوجهة نظري الشخصية أنه بدأ النصر يستفيد نوعا ما من دكة الاحتياط، من دكة البدلاء اللي كنا النادي فيها في الموسم الماضي، بأنه النصر لا يوجد لديه لاعبين بدلاء على المستوى المحلي، أتكلم على المستوى المحلي اللي ميز الهلال على وجه التحديد كرقم واحد، كرقم اثنين الأهلي. أنا أتكلم على في العنصر المحلي. العنصر المحلي، والكلام والدليل على كلامي هذا يا أبو خالد، والكلام طبعا للمشاهدين والمتابعين زملائي، أنه شوف اليوم تبديلات واحد من أفضل اللاعبين المميزين القادمين فريق القادسية خالد الغنام، نعم بلمسة سحرية صحيح خلى أحمد موسى منفرد يعني في الباب. نعم فتفاصيل دقيقة، استشعار أيضا اللاعبين بأهمية المباراة. صحيح أنه يمكن حتى تشوف مثلا حمد الله اليوم بعد ما سجل الهدف، يمكن ما هو بحمد الله اللي احنا نعرفه بعنفوانه، لكن لا زال لعبة النصر يفكرون طبعا في المباراة القادمة، كل مباراة على حدة. مبروك للنصر، وانا اشوف انه المدرب يعني لما اتحدث عن 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 الفرق بين النصر والهلال تحديدا اليوم في فوارق، أتكلم على المستوى الفني، على مستوى التكتيك، على مستوى اختيار العناصر الفنية، وما في شك إن عودة البرازيلي ما يكون أضافت كثير للدفاع النصر. وأيضا مثل ما ذكر زميلي فيصل المطرفي عن حارس فريق الفتح اليوم، حارس الفريق أبها الحقيقة كان سد منيع بشكل غير عادي في التصدي لكذا هدف. تفضل سوي لك خاف أقاطعك ما توصل لي الفكرة. لا بس يعني في حلقة ماضية أنت تكلمت أنه يعني تأكدنا أو قلنا إحنا كثير أنه ديباجة الفار دائما كل فريق يخسر في مباراة يروح ديباجة الفار وتكلم عن الفار، وإحنا نقول هذه تقنية جديدة يعني لا نعلق عليها كل التفاصيل ونقول لا كل فريق خسر لازم يروح لمسألة الفار، زي ما إحنا في مسألة التحكيم لازم دائما نعلق عليها. أتمنى أشوف فريق أو أحد منتمي لفريق بصراحة ويما يخسر يقول خسرنا من مثلا مجهود اللاعبين ما كان في اليوم، هذا ما كانوا في مجهود اللي معروف عنهم، أو لما زي ما هو لما يكسب يقول اليوم كان الفريق جاهز. نبغى نتجاوز هالموضوع. صحيح، أنا أضم صوتي صوتك وهذا الكلام مهم جدا، ولكن للأسف الشديد أن الفار في كثير من المباريات حرم النصر، هذه حقيقة. طيب مثل أعدلك أنت تقول إنه اليوم الفار صح وموجود وضميره حي زي ما تقول، إيه صحيح. يعني اليوم هو اللي ساهم في فوز النصر؟ لا، كيف أجل؟ لأنه كان في أخطاء حدثت اليوم، نفس الأخطاء حدثت في مباراة النصر والهلال. أتحدث عن ركلة الجزاء الخاصة في عمر هوساوي، أنا ما أتكلم إنه هذا الحين الناس بتسترجع الكلام إني أشكك فوز الهلال وإن الهلال ما يستحق، لا. أو يجيك واحد مثلا من أحد الزملاء مثلا اللي قاعدوا معنا في المباراة طيب. يقول النصر ما قدم مستوى، يا أخي ليس لك علاقة بما قدم مستوى الفريق وأن المدرب ما اختار التشكيل وأن اللاعبين ما ظهروا بمستوى فني، أنت كحكم اليوم أنت جاي كحكم أجنبي أو حتى كحكم سعودي، لكن حكم أجنبي لأنك أنت مكلف وزارة الرياضة مبالغ كبيرة، أنت جاي أوكي. الآن أنا تدري ليش أبو خالد قلت الكلام هذا؟ لأن الفار بعض الحكام يرجع للفار في لقطات يعني مهمة، وبرضه ما يرجع اللقطات في مهمة، فيثير الجدل بين الجمهور، ليش أنت رجعت للقطة هذه ما رجعت لهذه؟ عرفت قصتي؟ اليوم الحكم ترى هو اللي يعني اهتم بالمباراة بشكل كبير، علشان كذا مو علشان أنه رجع للبلنتي الخاص بأحمد موسى، لا، لكن أدار المباراة أعطى فريق أبها حقه وأعطى فريق الفتح حقه، ايضا مباراه الهلال والفتح اعطى فريق الفتح يعني انت تقصد انه الحكم اليوم كان منصف في لقطات مع الفريقين. تقول لي باختصار شديد انه الفار ما ياثر على نتائج الفرق، هذا كلام غير صحيح اطلاقا، والدليل ارجع للموسم الماضي الهلال كيف خسر والنصر كيف خسر من النقاط الكثيره، شكرا وقص عليها من الانديه مثل خوينا الاتحاد هناك. طيب فيصل مطر
ألف مبروك للنصر، الجهاز فني وإدارة ولاعبين، فوز مستحق على أبها. يعني النصر كان مركز، وبناء على أيضا حديث مدربه، يعني أنا عجبني السيد فيتوريا في حديثه أنه كان يؤكد أنه حنا الآن تركيزنا بكل مباراة، وعطاء اللاعبين قال أنه تركيزنا على كل مباراة في الفترة المقبلة. أيضا أنا قرأت معلومة أنه أحمد موسى ظهر، أعتقد الهدف الأول له النصر من 24 صحيح. جولة حلو. فأعتقد أنه ظهور جيد. أعجبني اللاعب خالد الغنام في تمريره أكثر من رائعة. أعتقد أنه ثلاث نقاط مهمة أيضا للنصر في مشوار مطاردة المتصدر. فيما يخص سريعا الحكام، أن نؤكد دائما أنه أخطاء التحكيم، الأخطاء اللي بتحدث من الفأر هذه موجودة حتى في الدوريات الأوروبية، دائما في أخطاء. يعني تحدثنا مسبقا أمس في مباراة الاتحاد والأهلي كان في خطأ، وأجمع عليه كل الحكام أنه في أول ربع ساعة خطأ لعب عبد الفتاح السيري، بس مستحيل أنه يكون في ترصد للأهلي. ظهر اليوم مثلا في مباراة الفتح ترى الحكم أو البنت للفتح ما رجع، أي لا لا يعني أقصد ظهر موال برضو أنه كل الأخطاء هذه رجع لنا صحيح. لا ظهر موال أنه المستفيد، يعني اللقطة هنا ممكن يرجع هنا ممكن ما يرجع. الموال أنه المستفيد كل هذه الأخطاء المستفيد واحد عشان يخدم الهلال. ما أعتقد أنه فيه حكام أجانب يجون وفار يخدمون الهلال ويعطون بلنتي الفتح في الدقيقة 84 أو 85. فأخطاء الحكام تحدث دائما على مدار السنين، وأخطاء الفار بيكون فيه أخطاء، لكن أنا أعتقد أنه أهم شيء كيف نتعاطى معها، كون أنها ترصد لخدمة فريق ضد فريق. هذا طيب بس أنا فهمت كذا، مفترض أنه ما تظهر من إدارات الأندية. أنا فهمت كذا من كلام علي مرشود أن الفار ممكن يخسرك، بس ترى ما يفوزك، ما يفوزك ممكن يخسرك يعني مثل ما خسر النصر مباراة، مثل ما خسر مو بترى كلامي أنا يا عبد الرحمن طيب. انا مش كلامي انا في مباراه النصر والهلال، مش كلامي انا كلام محللين بما فيهم الاستاذ، بس انا اقول لك يعني انا لا انا هذه جديده يعني انه الفار الان ممكن يخسر خسر ما راح يفوز. النصر على وجه التحديد خسر نقاط كثيره جدا مبارتي. لا هذه حقيقه علي. هذه طيب صعد الشباب اليوم للمركز السادس بعد فوزه على ضيفه فريق التعاون بهدف دون رد. خلونا نتذكر ايضا المباراه ونتابعها بصوت الزميل عبد الله الحربي. مع الكرة ملعوبة لسليهم في اليسار، سليهم ياخذ كرة حاول فيها تسديدة يا الله، برافو برافو سليهم يسجل هدف أول. رايك النصر ما استفاد. طيب نروح لمدرب فريق الشباب، واللي ايضا بعد المباراه تحدث مع الزميل فيصل الملوقي. I saw you on the sideline shouting instructions at the player. Do you think you need more time and also for the players to get your tactics? I think that the first moment when I told you about gratitude, I told you first Luis Garcia, the former coach, and after I would like to refer the players. Because when someone arrived, and just like that with 4 days, they were convinced about the idea and they put the idea on practice, that means that they are convinced. So it's a question of for us to keep analyzing everything, give them then the best support as possible, the best tools as possible. And one major point for me, it's about confidence. If the players have confidence and if they know that we are really confident on them, so they will perform differently on the match. So this is what we want them to believe. Confidence and also the motivation. Okay, of course, if you get the results, you believe more and you get more convinced about the work. You get more convinced about the idea. Yes. And of course, you get the right motivation to keep to keep going in front. This is, I think, this first interview with you, huh? I think yes, yeah. With the 3 points. It's the first time I'm talking to the TV in Saudi. Yes. أيضا السؤال الثالث للكابتن، إنه هل تتوقع إنه اللاعبين الآن هم جاهزين للمباريات في طاقة عالية، تحديدا بعد جائحة كورونا؟ تحدث إنه هي هذه الجائحة ليس فقط في السعودية، في كل العالم شاهدنا في البوندسليغا تحدث عن إصابات الكثيرة، تحدث هي فترة صعبة جدا للكل، ليس فقط في الفريق في الدوري السعودي أو الفريق الشباب أو أي فريق، هو يحاول معالجة هذه الأمور، ولكن خطوة بخطوة بالتأكيد
يعود الفريق وتعود الأجواء بالتأكيد هي مرحلة صعبة جدا على كل اللاعبين وحتى أيضا على المدربين. السؤال الأخير سألته أنه هو هل شفته أنا طول المباراة كان واقف وكان بيشرح للاعبين الخطط، كان بيتكلم مع كل لاعب مع لاعب، حتى يمكن شفنا الكابتن محمد سالم يتحدث أنه المدرب كان يطلب منهم كل شوي يتقدم ويرجع، هو تحدث أنه يحتاج وقت في أفكار جديدة راح يقدمها للفريق. يعني يتحدث يمكن حتى عن الدفاع، عن الأظهرة في الفريق، عن الوسط كيف يتحرك، فهي أفكار عنده لازم يوصلها للاعبين وهذا هو الوقت المناسب. ولكن هو امتدح غارسيا المدرب السابق لفريق الشباب، امتدحه بالتجهيز قبل في وقت الجائحة وأيضا بعد ما غادر الفريق، أتى لقى الفريق أنه جاهز جدا، المعنويات جدا مرتفعة، عمل كبير جهز له غارسيا، امتدحه كثير انه ترك فريق جاهز، يعني ما تعب هو معاه، لكن هو تحدث كثير انه هو عنده افكار يبغى يوصلها لافكار جديده لازم توصل للاعبين، وهذه زي ما ذكرت تحتاج مباراه بعد مباراه. هذا حديث الكابتن بيدرو بشكل سريع. يعطيك العافية فيصل الملوقي، واحد من الأسماء المهمة في الميدان أكيد فيصل الملوقي، يعطيك كل التفاصيل مع الـ مع الـ تواجد اللاعبين الأجانب بالتأكيد سهل المهمة عليك فيصل الملوقي، يعطيك العافية. أروح معك أبو عبد العزيز على مباراة اليوم، أول مباراة أول إطلالة للمدرب الشبابي، يعني بعد العودة اليوم تكلم عن الشباب يحقق 6 نقاط متتالية. أول شيء مبارك الجمهور الشبابي هالفوز، مبارك اللعيبة. صراحة أنا يعني إدارات الأندية اللي بعيدة عن المنافسة على اللقب اللي هم النصر والهلال، والمنافسة على الهبوط اللي هي من الفيحة وتحت، اللي في النص هذه يعني إداراتها عليها شغل مضاعف أنها كيف تخلي اللعيبة يكونون مركزين أكثر ويقاتلون أكثر في المباريات على أساس يلعبون في المباريات مهما كان المنافسة على مقعد آسيوي أو تأهل البطولة العربية. صح هي مهمة، لكن إلى الآن اللعيبة ما وصلوا لها الإدراك أن احنا يعني لما نوصل أو لما نصير الثالث أو الرابع أن احنا بنشارك في آسيا السنة الجاية شيء كويس لنا كلاعبين. يعني أحيي إدارات الأندية اللي قادرة أنها تحفز اللاعبين بهالشكل. بالنسبة للشباب طبعا مع وجود المدرب الجديد، المدرب أظن ما كمل 10 أيام مع اللاعبين، من الظلم ان احنا يعني لو كان الفريق سيء ان احنا نلومه او الان ان احنا نمدحه، برضه ظلم له. وبرضه هو الان كل 4 أيام يلعب مباراة، فما عنده يعني هو عنده يوم الجمعة اظن بيلعب مع الفيحة، بكرة الثلاثاء يعني بكرة تخيل راحة، الاربعاء تمرين، الخميس معسكر، الجمعة مباراة، فحتى لو عنده افكار جديدة بيحاول ينقلها للعيبة صعب توصيلها. اتوقع ان اللي بس انه امتدح المدرب السابق، امتدح المدرب على الجانب اللي هو اللياقي أو جانب المجموعة بشكل عام، أو ممكن أنه أعطاه معلومات كاملة. أنا أتوقع أن المدرب راح يشتغل اليوم على المواقف الثابتة، فاول، كورنر، تكتيك اللي مثل كذا، لكن كبناء هجمة أو وحدة هجومية أو دفاعية أو زي كذا صعب أنه في خلال كل 4 أيام مباراة. من الظلم أنا أرجع أقول أن احنا إذا مدحناه فحنا ظلمناه، وإذا يعني نفس الشيء انتقدناه فنحن ظلمناه. ممكن يكون أول اختبار له حقيقي هو بداية الموسم القادم، وتكون هذه 8 مباريات أو 6 مباريات الباقية فترة نعطيه فرصة أنه يشوف الفريق بشكل كامل، يعطي تصوره الكامل، يعرف وين بيوصل للسنة القادمة. حسين الشريف، أولا نبارك نادي الشباب، الإدارة والجماهير واللاعبين، وحقيقة نادي الشباب في الفترة الأخيرة أبرز سمة في نادي الشباب إنه في هدوء كبير في نادي الشباب. عكس ما بدأ به الموسم الرياضة، كان هناك تصاريح، كان هناك في نوع من السجال مع الأندية أخرى أثرت على نتائج الفريق في بداية الدوري. الآن الشباب أعتقد المباراة الثانية بعد العودة، وأعتقد قبل جائحة كورونا كان الشباب أيضا يقدم مستويات جيدة، استطاع أن يحقق النتائج، استطاع أن يصل لنصف النهائي في البطولة العربية. بالتالي الشباب في الفترة الأخيرة في تركيز عالي، ربما إدارة النادي برئاسة خالد البلطان يعني ذهبت الى الفريق اكثر ما هي ذهبت للاعلام كما كان عليها الحال في بدايه الموسم. الشباب يسير بخطى ممتازه جدا، يحسب للمدرب السابق جارسيا انه عد الفريق كما صرح السيد بيدرو، يحسب للمدرب الحالي التوظيف والاشراك العناصر. يعني شايف الشباب، انا شفت المباراه، شفت الشباب يقدم كره جيده. في مدرب نقدر نشوفه مباراه
لا انا انت اختيار توظيف اللاعبين انك تختار التشكيل الاسماء في توزيعها في الملعب تحسب للمدرب الموجود، لكن بشكل عام جاهزيه الشباب لا عمل سابق واثنى عليه المدرب بدر. انا شفتها في الاتحاد مع المدرب اول ما جاء مدرب الاتحاد وضع الاتحاد مع اني طلعت الموضوع بس ما ابغى اطلع لك سريعا كذا معك. الاتحاد وضع مختلف تماما لان الشباب اولا فريق لا ما عنده ضغوطات يلعب بشكل اهدى اداره. لا ما فهمتني ما اتكلم عنك اقصد على اول مباراتين انا اتكلم عن نفس الكلام انه كان الحديث الاتحادي انه في التوظيف وكان المدرب واضح وفي توظيف. اليوم الحديث عن المدرب مختلف. توظيف حتى الان الاتحاد توظيف اللعيبه هذا الموجود يعني اي مدرب او اي ناقد او اي متابع اللي شاهد الاتحاد حيختار نفس الاسماء اللي شاركت في مباراه الاهلي اللي شاركت هذا الاتحاد ما في عناصر غايبين مؤثرين يستطيع ان يعمل فرق في الفريق فالموجود الجد من الموجود يعني اي مدرب بيسوي نفس التوظيف ولا لا اقصد الاسماء نفسها الرهان في الاتحاد تجهيز الفريق. الفريق مو جاهز يعني شاهدنا قدام الاهلي لا روح لا لياقه لا لا ارجع للشباب عشان طيب انت خطرنا للاتحاد. انا سؤال كذا كان لي يعني خلينا نتكلم عن الشباب. الشباب حقيقه لما انتهجت اداره النادي التركيز على الفريق شاهدنا فريق الشباب يحضر بشكل جيد. طيب. يلعب نصف نهائي بطوله عربيه اعتقد لو فيه فتره كافيه او في مباراه اكثر من 6 مباريات ربما الشباب يكون منافس قوي على المركز الثالث في الدوري. أتصور هذه الخطوات التي كان مفترض أن يبدأ بها نادي الشباب منذ بداية الموسم. صحيح الشباب يفتقد بعض العناصر مثل اللاعب المبدع عبد المجيد السليم لكن بشكل عام الشباب كان يستحق. عبد المجيد لاعب مميز حقيقة اليوم هدف جميل هدف مرة جميل ربما يعني يمتعك الهدف جدا ممتاز الهدف لكن أتكلم هو الشباب لعب مع فريقين حقيقة من الأندية اللي تطمح أن تحسن مركزها وتنافس. أيه؟ فاز على الوحدة 3 في مكة صحيح؟ واليوم يفوز على التعاون. نعم. وأنا أتصور الشباب يعني ربما يكون منافس قوي على المركز الثالث. طيب. خسر الحزم اليوم أمام ضيفه نادي العدالة بهدفين لهدف. أيضا نتذكر المباراة بصوت الزميل خالد مديفر. عبد الله الشمري طويلة ممتازة من عبد الله الشمري إلى وسام سويد هذه خطيرة انطلاقة في الجهة اليسار يلعب العرضية خطيرة كارلوس ستراندبيل في المساندة الهجومية بدر النخلي يلعب الكرة عند عبد الله اليوسف عبد الله ممتازة اللقطة عند مدوين بيتيجي ممتاز المرور العرضية حاضرة واصلة لكارلوس عن تسجيل الهدف الثاني الكرة عند أدامة تراوري ممتازة إلى أحمد السلطان هذه خطيرة السلطان عرضية واصلة رياض علي المرشود عن الحزم العدالة نتيجة مفاجئة مفاجئة إيه نعم مفاجئة ليش قياسا بنتائج الفريقين ومستوى الفريقين مثل ما قلنا عن ضمك والفيصلي عشان كذا قلنا احنا الدوري ما يمكن صعب بأي حال من الأحوال انك تتوقع نتيجة معينة في أي حال من الأحوال حتى الجولات القادمة مع كل الاحترام طبعا والتقدير اللي ما بين الفرق اللي في المقدمة والفرق المؤخرة. نتيجة الآن هذه وضعت الكثير من الأندية حسين يضحك لا تخاف حسين ما راح يهبط الاتحاد. أنا أتكلم أنه صار فيه الآن تنافس قوي جدا صحيح في لما تشوف الآن العدالة 20 وعندك ضمك 21 يعني في تنافس قوي جدا وأيضا في مواجهات مباشرة. الحزم بعد ما قدم نفسه بشكل مميز في مباراه الاهلي انا كنت بقول لك ثاني مره يتقدم وتتغير هذه مشكله الحزم وبعض الفرق دائما ما تجدها تقدم نفسها بشكل مميز في مباراه الكبيره بينما تخسر عندما تواجه الفرق الموازيه لها. ممتاز. لكن بس في نقطه اخيره جدا بالنسبه لي بخصوص الفار وجد اظن انه وجد لتقليل الاخطاء لدى الحكام عندما يتخذ قرار خاطئ وليس لزياده رده الفعل بالنسبه للجمهور وعدم منح فريق ليس بلاحق بالفوز لآخر فريق للفوز فقط لا غير. ما فهمت. لا تفهم. لاعب فريق الحزم عبد العزيز الناشي تحدث بعد اللقاء مع الزميل العزيز مسفر الحسين. تابع هذا حال الكرة
مبروك نادي العدالة، هارد لك نادي الحزم. جاتنا فرص الشوط الأول ما استغليناها كثير، يمكن أكثر من هجمة. في المباريات هذه لازم تستغل على كل فرصة، أن المنافس اللي يعني قريب معك في الترتيب وفي النقاط، فلازم نستغل كل فرصة. هم جاتهم الشوط الثاني فرصتين استغلوها، سجلوا منها وتقدموا، انتهت المباراة عليك. ليش تفوق الوسط العدالة عليكم في الشوط الثاني؟ كان واضح تفوقها. صحيح ان الشوط الثاني يتفوق في وسط الملعب، بس ما كان في خطورة، يعني في الخطورة من هجمتين جاتهم سجلوا منها. عشان كذا انا اقول لك الشوط الاول احنا جاتنا اكثر من هجمة، يمكن ثلاث انفرادات او اربعة ما استغليناها، وهذا اللي تفرق في المباريات. يعني لازم تسجل عشان الفريق الثاني خلاص تنهي الخصم. يعني امامكم مباراة قادمة امام الرائد، اكيد انه لها برضو حسابات مختلفة، علشان على الاقل تكسب نقاط، تحاول انه تبتعد عن منطقة الخطر. انا اقول ان شاء الله نصحح الاخطاء في التمرين ونحرص على الهجمات، ان شاء الله ان شاء الله نقدم مستوى زين وناخذ ثلاث نقاط المباراه الجايه ان شاء الله. هارد لك مره ثانيه. شكرا عبد العزيز. اذا طبعا الزميل المميز مسفر حسيني اذا راح يغطي حدث، اي حدث، مستحيل انه يترك المكان الا لما يتاكد انه ما في اي فرصه لاي ماده او اي شارده وارده في الحدث. اليوم بعد صافره نهايه مباراه الحزم والعدالة وبعدها تقريبا يعني بنص ساعة بعد المباراة، ظهر لاعب نادي الحزم عبد العزيز الناشئ وهو يرفض الدخول لغرفة الملابس أو مغادرة الملعب، وهو كان يعني في حالة حزن شديد وحزن عميق من نتيجة المباراة. مسفل شغل الجوال وجاب الحوار اللي دار ما بين اللاعب وما بين بعض إداري الحزم. نتابع اللقطة. هارد لك يا كابتن، هارد لك. كورة هذه فوز وخسارة يا كابتن. طيب اروح معك استاذ حمد العقيل على مثل هاللقطه مع اللاعب اليوم، تعبر عن الوضع النفسي عند اللاعبين خصوصا في هذا الترتيب. لا تصير كثير، وفي كل اللعيبه ترى، من اعلى من الفريق رقم واحد الى الفريق رقم 20، يعني تصير اللقطه هذه لقطه اعتياديه وتصير كثير. وهني الاستاذ مسفر انه جلس وحس انه بيصير شيء وصوره باجتهاد شخصي بجواله، بالعكس يعني سبق وشيء جدا ممتاز. برضو حتى الجمهور والمتلقي يعرف الضغوطات اللي يواجهها اللاعب في حال الخسارة. صحيح. اليوم ولا ودي أكون متشائم، لكن هذه الهزيمة في ملعب الحزم من آخر فريق في الترتيب مع كامل الاحترام للعدالة، يستحق الفوز العدالة، لعب وفاز. لكن اليوم لو فاز الحزم كان صار 27 وريح وأخذ نفس شوي، لا اليوم الآن دخل في وسط المعمعة، وقد تكون هذه النتيجة سبب في هبوط الحزم لا قدر الله في نهاية الموسم. اللي شفناه وضع طبيعي، كثير من اللعيبة بعد الهزيمة
ما يبغى يدخل غرفة الملابس، لأنه لما يدخل غرفة الملابس لازم بيصير فيه أخذ ورد، لأن احنا خسرنا الكرة ذيك لعبتها كذا، طبيعي وهذا شيء طبيعي. فهو اللاعب آثر بنفسه أنه يطلع برا يخلي اللعيبة كلهم يغادرون، بكرة تهدى الأنفس يرجعون للنادي ويحاولون يلمون الموضوع. برضو تحية للأستاذ زهير الروضان مدير الفريق، يعني يشكر على أنه في بعض مدراء الفرق يقول خلاص يروح، يقول خل اللاعب، قال خلونه بس لكن هو جلس وتكلم معه، وهذا يحسب للأستاذ زهير يعني أنه لام الفريق يعني حاسب المسؤولية. فأنا أقول واضح أن المباراة صعبة جدا، الخسارة قاسية، إذا ما قدر يتجول المشكلة أنه بعد أربع أيام بيلعبوا مباراة. بس أبو عبد العزيز يعني حنا بحاجة مثل هالروح هاللاعبين هذه، كل اللعيبة عندهم زي أنا أغلب اللعيبة. أنا بحكم أني أنا واحد من منطقة القصيم، أنا أتمنى بقى طبعا الفريق الحزم كواحد من الفرق اللي قدم نفسه في الموسم الماضي، لكن نحن بحاجة مثل هؤلاء اللاعبين المميزين، اللاعبين اللي يلعبون بروح قتالية، وبإذن الله أن الحزم إذا كان مثل نوعية اللاعبين اللي عنده يملكون هذه، بإذن الله أن الحزم يبي يتجاوز المرحلة هذه. طيب. بإذن الله بيبقى كما كان في الموسم الماضي. أبو نواف، والله بالفعل الروح عالية اللاعب، وطبعا سيناريو المباراتين كان فعلا مزعج للفريق الحزماوي، يعني شفت حتى مباراة الأهلي، الأهلي يتقدم ويسجل هدفين الحزم، بعدين في آخر عمر المباراة أيضا يعود الأهلي ويسجل ويفوز بالأربعة، وأيضا مباراة اليوم أنا أعتقد أنه ست جولات حاسمة جدا، وخصوصا أنت لما تشوف المراكز تقريبا من المركز الـ 11 تقريبا إلى 16 النقاط متقاربة، أعتقد الست جولات القادمة مصيرية جدا وحاسمة للفرق، ومن ضمنها الفريق الحزماوي. أعتقد إذا كانت على الأقل نصف الفريق الحزماوي يمتلكون نصف مثل روح الكابتن عبد العزيز، أعتقد بيستمر الفريق الحزماوي. اولا مبارك فريق العداله اكيد انك حافظ النقاط انت كلها منت اعتقد ان الحزم في دائره الخطر، يعني خساره اليوم زي ما قال ابو عبد العزيز تضعه في تحت ضغوطات كبيره، لكن اتتصور ان الكابتن عبد العزيز الناشري صح الاسم سمى، اتصور انه ربما انه في شعور بالذنب، لان صراحه انهيار اللاعب هذا الشكل امر غير محمود. انا اتكلم بصراحه صحيح. الروح حلوه، العطاء كويس، انت الان في وضع انكسار. احمد العقيل يقولك هذا وضع طبيعي يصير مع كل الانديه. اي بس انت الان انا شعرت من حديثه منهار اللاعب صح، منهار، وكانه هو له يعني شعور بالذنب هو وبقيه زملاء. اتصور لو تسللت هذا الروح للفريق حيكون امرها سلبي وليس ايجابي صحيح. لانك انت تحتاج لاعب يرفع من المعنويات. الان المرحله مرحله خط يعني كبيره للحزم للاتحاد للعداله، مرحله اداريه اكثر طبعا، مرحله اداريه يعني التصرف المدير الكره على كل الانديه اللي تقع في اخر الترتيب طبعا، بس مرحله اداريه بالدرجه الاولى والمدرب يجب واللاعيبه الكره في ملعب اللعيبه يجب ان يشعرون باهميه المباراه القادمه وقيمه النادي اللي يلعبون في كل الليل. شكرا لكم ضيوف اليوم على حضوركم معي في الحلقه، ما عطيتك كل شيء، عطيتك الفار، عطيتك كل شيء الفار. طيب شكرا لكم، تبع المتابعه، في امان الله.